دوما قيام المدنيين في مدينة دوما لتأهيل المنشآت الخدمية لتأمين خدمات المواطنين في مدينة دوما بعد أن حالتها أسلحة الأسد إلى ركام. يقوم الأهالي بمحاولة إصلاحها قدر الإمكان ومحاولة إزالة آثار الدمار. هذا هو مسجد دوما الكبير بعد أن تمت غصبه بغارتين جويتين من قبل العدو الأسدي على المدينة. تستطيعون أن تروا مدى الدمار الموجود في المدينة، دمار شامل يحدثه الطيران الحربي للعدو الأسدي والأسلحة الحربية الأخرى سواء كانت هاونا أم كانت صواريخ من الراجمات الحربية التي تستخدم ضد المدنيين. تستطيعون أن تروا مدى الدمار الشامل وجهد الأهالي الذي يبذل الكبير، الجهد الكبير الذي يبذل من أجل إعادة تأهيل هذه المنشآت. الله أكبر. مدينة دوما الفارق بيننا وبين الغزاويين أنهم يستطيعون القيام بأعمالهم بينما نحن في مدينة دوما، بينما يقوم المدنيون في مدينة دوما بمحاولة تأمين المنشآت الخدمية بعد أن قام العدو الأسدي بأسلحته الحربية لدك المدينة، مدينة دوما.